هلا والله عمر، معاكم هنا حلقة اليوم. حنتكلم كده عن أداء الأسواق الأمريكية في الربع الأول، وحنشوف فيها المؤشرات الأهم في الأسواق الأمريكية. وطبعا في الفترة الأخيرة زادت الفيديوهات السلبية واللي بتتكلم عن أنه انهيار الأسواق ويجب أن نكون حذرين، وأنا منهم يعني طلعت بكذا فيديو عن كيف نحضر نفسنا وقت الانهيار. وطبعا الأسواق دائما تخالف التوقعات في الفترة القصيرة وتتجه للاتجاه المعاكس. خلينا نشوف أداء المؤشرات ونبدأ بالمؤشر الأول وهو مؤشر الداو جونز إندستريال أفريج. وهذا المؤشر اللي ما يعرفه يتكون من أكبر 30 شركة في أمريكا، وبيركز على القطاعات المختلفة زي القطاعات الصناعية، قطاعات البنوك، القطاعات الاستهلاكية، وبيختار مجموعة من شركات التكنولوجيا. يعني مختار مثلا مايكروسوفت، سيلز فورس، بس ما اختار جوجل أو أمازون. بعض شركات اللي موجودة في مؤشر الداو جونز زي شركة بوينغ، زي شركة كاتربيلر، زي بنك جولدمان ساكس، زي هوم ديبو، زي مثلا كوكا كولا. طبعا هذا المؤشر قفل السنة على 10.5%، يعني في خلال 3 شهور أو الربع الأول قفل 10.5%، ويعتبر في الترتيب الأول. طبعا هذا المؤشر كان في 2020 الأسوأ أداء من بين الثلاث مؤشرات. نشوف المؤشر الثاني والS&P 500 اللي هو يعتبر من المؤشرات الأكثر تنوعا، لأنه في أكبر 500 شركة في أمريكا، فتلاقي فيه القطاعات الـ11 الأمريكية. وطبعا أداء هذا المؤشر 8.5%، فيعتبر كمان رقم ممتاز لهذا المؤشر. طبعا وخلال يوم الخميس الأول من أبريل وصل الS&P 500 4000 نقطة، يعني رقم الهاي حق المؤشر الS&P 500. وكثير من المحللين في 2020 كانوا يتمنوا أنه في 2021 يوصل مؤشر الS&P 500 4000 نقطة. طبعا إحنا وصلنا هذا الرقم في الربع الأول. نشوف المؤشر الثالث وهو مؤشر الناسداك اللي كان الأسوأ في 2021 أو الربع الأول، وقفل فقط 2.5%. تسألوا ليش؟ لأنه هذا المؤشر تركيزه بشكل كبير جدا على شركات التكنولوجي، وشركات التكنولوجي بالتحديد اللي كانت في الترتيب الأول في 2021 هي الآن في الترتيب الأسوأ في 2021. تسألوا ليش؟ لأنه أسعارها صارت مبالغ فيها بشكل كبير، فلازم كده إيش تنزل عشان ترجع أسعارها طبيعية. خلينا نشوف في الجراف اللي قدامنا القطاعات المختلفة وأدائها في الربع الأول من 2020. زي ما أنتوا شايفين الثلاثة شهور الماضية القطاعات الموسمية زي الانرجي، زي الفاينانشلز، وزي الاندستريال هي الأفضل أداء في 2021. تسألوا ليش؟ لأنه دائما هذه القطاعات الموسمية تتأثر بالنهضة الاقتصادية، وزي من المتوقع أنه هنشهد نهضة كبيرة في 2021 بسبب الأموال اللي ضخطها الحكومات. وطبعا الأسوأ أداء في الثلاثة شهور الماضية هي قطاعات التكنولوجي، الهيلثكير، والكونسيومر ديفنسيف. طبعا للأسف كثير من المستثمرين العاديين أو الريتيل انفسترز بيمشي مع التيار. إيش قصدي يمشي مع التيار؟ يعني تلاقيه مثلا في مرحلة النهوض العالية في شركات البنوك أو الطاقة أو الاندستريلز هو بيشتري، يعني بيشتري على ارتفاع. ومثلا في فترة النزول لبعض الشركات زي التكنولوجي وزي الهيلث كير هنا يبدأ يخاف ويبيع. فهذا الأسوأ شيء ممكن تسويه إنه تمشي مع التيار. طبعا أنا إيش سويت؟ واللي ما شاف الفيديوهات حقتي تكلمت عنها بالتفصيل عن خطة الاستثمارية في شهر مارس، حط لكم اللينك في الديسكريبشن. وتكلمت إني أنا حبدأ أخفف في شركات الاندستريالز والبنوك، وحبدأ أستثمر في شركات التكنولوجي اللي هي تعتبر شركات قوية، وحددت أسماء بالتحديد. وتكلمت إني حبدأ أركز على الشركات الديفنسيف اللي تحمي محفظتي الاستثمارية. زي ما انتو شايفين في الجراف شركة أدوبي من وقت ما اشتريتها قفلت 15%، شركة فيسبوك قفلت 17%، شركة أمازون قفلت 7%، شركة بيبسي قفلت 10%، وشركة بروكتر اند جامبل قفلت 10%. طبعا مو مهم في الفترة القصيرة ارتفاع هذه الأسهم، لأنه في النهاية حتى لو نزلت بزيادة هشتري أكثر.
المهم إني أنا الآن بنيت محفظة استثمارية بشركات أبغى أملكها لمدة 10 سنوات قادمة، وفي نفس الوقت صار عندي الآن margin of safety في هذه الشركات 10 و15% تحميني وقت النزول. خلينا نشوف الآن أداء محفظتي الاستثمارية في الربع الأول من 2021. زي ما انتم شايفين في الجدول اللي قدامكم، وأداء محفظتي الاستثمارية 13.3% مقارنة بمؤشر الـ S&P 500 اللي قفل 8.5%، يعني نقدر نقول 5% أنا أفضل من أداء المؤشر. فيعني يعطيني الانطباع أني أنا ماشي في الطريق الصحيح عند الاستثمار، خاصة أنه الدراسات والإحصائيات تقول لك أنه 90% من المستثمرين اللي بيشتروا المؤشرات أداءهم أفضل من المستثمرين اللي بيشتروا الأسهم، لأنه من الصعب جداً أنه اختيارك للأسهم تتغلب على المؤشر العام. فلله الحمد أنا لي 3 سنوات بتخطى المؤشر. طبعاً محفظتي الاستثمارية اللي فتحتها في أواخر 2020 والآن هي على ارتفاع 34% من أول ما انفتحت هذه المحفظة، فكمان ماشي في الطريق الصحيح. في الربع الأول من 2021 هي على ارتفاع 10%. خلينا نشوف خطتنا الاستثمارية في الربع الثاني من 2021، ويعتبر هذا الربع دايماً هادي. التاريخ يقول لك إنه الناس مسافرة واللي في إجازات والصيف، فإيش حركة الأسهم تعتبر خفيفة جداً، بس طبعاً في الفترة الأخيرة ما هو مضمون أي شيء. فخلينا نشوف من أهم الأشياء اللي أبغى أسوي إني أبغى أطلع من جميع البنوك الأمريكية، لأنه صارت أسعارها مرتفعة بشكل كبير. فالآن خلال الأيام القادمة حتابع الأسواق وحبدأ أبيع في شركات البنوك وبعض شركات الإندستريز اللي هي على ارتفاع عالي. زي ما قلت هذه شركات موسمية على ارتفاع الموسم وتبدأ تنزل، فإحنا إيش نحاول نبعد عن مرحلة الموسم ونشتريها على الواطي. من الأشياء الثانية إني إيش بتابع الأسواق. المرحلة الجاية لازم كده إيش تربط الحزام وتتابع الأسواق. دائما خلي السهم هو اللي يجيك، لا تروح وتشتري هذا السهم، يعني خليه هو يجيك بالسعر اللي أنت تبغاه، ولا تتأثر كده بالإعلام وإنه اشتري هذا السهم أو بيع هذا السهم. دائما إيش خد قرارك بنفسك. فإيش أنا حبدأ أتابع الأسواق وأشوف إيش حركة الأسواق. وطبعا دائما مهم إنه ما تكون عندك إيش عندك دائما الفلكسبيليتي، يعني تغير رأيك بسرعة إذا نزلت الأسواق هنا تبدأ تستثمر. الشيء الثاني اللي حسويه إني حبدأ أركز أكثر على الأسواق الصينية، لأنه ما زالت إيش في كده نقدر نقول لقط منها. مثلا الآن بعمل تحليل كامل لشركة JD.com اللي تعتبر منافسة لشركة علي بابا، فإيش بتابع الأسواق الصينية وبشوف إيش الأوضاع هناك. بس في الختام يعني اللي مو مستثمر ايش يبدأ يركز ويتعلم ويدرس، لأنه حتجي مراحل جيدة للاستثمار، واللي بمستثمر وأمواله في الأسواق يربط الحزام ولا يتأثر بالإعلام والمعلومات والإنفورميشن اللي بتجيك، وإيش وأعمل قراراتك بنفسك ولا تتسرع في الفترة الحالية وتخاطر. إن شاء الله تكونوا حبيتوا حلقة اليوم، لا تنسوا تحطوا لايك وسبسكرايب، وانتظرونا في الحلقات القادمة. إلى اللقاء.